لا رامي خافتي من قلب بروكسل يحييكم. قلنا كلمه نقول لكم ما تفشلوش كي دير حاجه في دماغك، خطط ديروني استراتيجي وتوكل على الله. تفشلوش يا جماعه واوروبا ما هي الجنه. خطط بالعقل دوك تهاجر خويا، تهاجر بربي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. توكل على الله برك، شد في صلاتك، شد في ربي سبحانه، واشبع من اميمتك والوالدين والدار. بروفيتي اسكر الغربه ما هيش حاجه سهله يا جماعه. هو ما يديروها لكم الجنه جماعه ويوري لكم لي فوتو الاخر. لهنا راهو كاين ايجابيات وكاين سلبيات. باش الناس ما تغركمش. صح خونا رامي، يعني دوك شحال عندك انت هنا في بروكسل؟ يعني دوك راني في واحد العام وحاجه. ايوا واش غادي نقول لك؟ اوروبا باش ما نكذبوش، اوروبا راهي في كريز. باش تسلك راسك يلزم تكون انتيليجون، يلزم لك تحافظ على دراهمك، ويلزم لك توجور عندك كاين استراتيجيه تمشي عليها. الانسان اللي ما يخططش عمره لا ينجح. خويا قال لك كاين واحد لازم نجاوبوه، قال لك همكم النساء. واش تقول له هذا خويا رامي؟ يا وجه له كلمه خويا. فهمتش. قال لك هذا راه حاط مطلع على الغربه على رجال فراشات وقيل. لي اكسبليكي لنا بيان لا كيستيون تاعك. انا فهمته، وراه بيقول باللي همكم النساء فقط، يعني احنا طلعنا لاوروبا على رجال النساء. والله ما فهمتش انا علاش. علاه ما تفوتش النساء تاع الجزائر؟ ما فهمناش اخويا الفراشات تاع الجزائر. زين حلو. تربيه بنات فاميليا شريفات عفيفات. ايه كلش كاين عندك في البلاد حبيبي، شد في بنات بلادك. ايه يعطيك صح، هذه كلمة، هذه كلمة يعني مع خونا رامي. والله شوفوا نهضروا لا فيريتي يا جماعة. احنا اوروبا هذه رانا طلعنا، انا كنت خدام يا جماعة. خدام والناس اللي تعرفني على يعني بالها كانت عندي طوموبيل، كنت بيان، كنت نخدم، كنت نافيك على زماني الحمد لله. انا اوروبا طلعت لها حبا. يعني حلم. بيت حلم. لا ماشي حلم، ما كانش حلم في الحياه، كاين اهداف. الحلم كي تروح ترقد يبدا الحلم. هذاك حلم، ما كانش احلام، كاين اهداف في حياتنا هذه. سماك حابه تقول لي يعني اوروبا الهدف تاعك من الطفوله؟ اوروبا راهي ارض عاديه جدا يا جماعه، انما هذ الناس خدموا بلادهم، احنا ما خدمناش بلادنا. انا حبيت نديكوفري لو موند. ايوا سيتو هذاك مكان انحقق، ويجي نهار غادي نولي لبلادي. اسمع ما كان لها سما. تبان لكم اوروبا هذه راهي خارج الاطار ولا راهي كره ارضيه كيما الجزائر وكيما تونس، كاينه بلجيكا وكاينه فرنسا، هما دول متقدمه ولا غالب الاخرين سي لو تيرمون ولا غالب. يسمى خويا رامي حاب تقول بلي حاب دير تاويل تولي للبلاد. ما لي جوب 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 عفويه اخويا، جوب بكل عفويه. مازال دوك عندي اهداف يلزم نحققهم، بعد باش نولي نهز هذوك الديسيزيون، مازال ما لحقتش لهذاك النيفو. كاين بعض الناس اللي البلاد ولا من اسمح لي كاين بعض الناس راهم يقولوا باللي انا لو كان نموت ما نوليش الجزائر، يعني اسكو هذا راه غلط في كلامه ولا واش راك تشوف فيه انت؟ مازال يزيدوا يخبطوا الحيوط. مازال يزيدوا يخبطوا الحيوط. يندم عليه على الكلمة هذه. واعرة الكلمة. قداش يقعد في الغربة باش يعني يقدر يعرف قيمة الكلام اللي يهضروا؟ أنا واحد من الناس هدرتها مقبل هذه، قبل ما نجي الغربة بصح ندمت عليها. هذاك تلقاه كان يسوفري بزاف في البلاد، ما كانش ما سوفريش في الجزائر، وكاين جماعة راهي تفرج فيا دوكا راهي تسوفري في البلاد على بالنا. مي جماعة من بعد النجاح ويجي بعد التعب. تتعب باش تنال. إذا كان ما تعبتش ماكش غادي تنال. سما جماعة من بعد عام عامين ثلاثة غادي تحصد واش درت. إذا كان كنت شاد في طريق ربي سبحانه وتوكلت على الله بنية طيبة راهو غادي تنال وغادي يعطيك ربي ما تمنيت. إذا كان كنت غادي تمشي طرق ملتوية سي با لا كونت. خويا رامي كاين بعض الناس راهم يحطوا باللي اللي يجي أوروبا راه يعني يربح ليه راه ينجح ويلقى لور ما طاش الطريق. كاش من هذه يا جماعه، كاش من ها؟ كاش من هذه. نهار تلحق لاوروبا ماكش غادي تلقاهم فاتحين لك البيبان ويرحبوا بيك ويقولوا لك ارواح وهاي الخدمه ديريكتومون روح تخدم. هاك غادي تسوفري صاحبي، تسوفري صاحبي. ونوصيكم يا جماعه اللي غادي يحط رجله في البحر
اللي غادي يجي على البحر ولا في الطياره ولا عاد حط رجلك في اوروبا ما كان له خالتي وعمتي فاميلتي نساهم حكايتي ربي وذراعك وتوكل على الله كانش اللي غادي يعاونك ما كانش اللي غادي يعطيك ما كانش صح صح ويعني الغربه دوك انت اوروبا هذه يعني واش هي المده يعني اللي يقدر الانسان يكون فيها روحه اسكو يعني بسرعه والله يعني بعد سنوات واش راك تشوف انت كاين بعض الناس يقول لك انا نطلع اوروبا عام ندير طوموبيل وندير الدار ونصوم وندير وادي الحج اسكو يعني يقدر يحقق لك يعني النجاح بسرعه الا اذا كان عنده لي بابي كان طلع بالباسبور روج تاعو داروا له باباه في البلاد وطلع به بتاثر يطلع ديريكتومون يدير انفستيسمون ويبدا يقدر يدير انفستيسور وي بغيت تطلع بلا لي بابي ودير دراهم في عام وعامين وثلاثه لوجيك صاحبي لوجيك كاين واحد النقطه الناس يتهضر سي نيمبورت كوا يخلطوا برك كاين واحد النقطه اللي نهضروا عليها الناس يا جماعه ما تبعوش الناس تجر عليكم صح خطط مليح يا جماعه وكونوا لوجيك كونوا واقعيين كاين واحد النقطه اخويا العزيز حاب نحكي عليها ونكوبيو الحلقه هذه شكون هو العدو تاعك الاول في الغربه ولد بلادك ولد بلادك يعني كلمه ضر خاوتي على واه قلتها هكا قلتها لكم من القلب ديريكتومون اول واحد الناس دمك من بعد دوارك من بعد بلديتك من بعد الولايه تاعك من بعد بلادك ومن بعد جيرانك المغرب وتونس لي زافريكان كحلان ومن بعد باش تلحق لوروب السلوبيين اللي كيسوكش قول لي يسكلي ليك يقريب ليك هذوك انا على حسب ما راني نشوف يعني في الملامح تاع الوجه تاعك يعني شغل راك مضرور ولا عندك قضيه ولا حاجه يعني من جهه لحمك ودمك كيما ولد بلادك والله ما عندي حتى بالعكس عندي فاميليا وعرضوني وكلش وعرضوا عليا بصح انا قررت اني نغاردي لو ريسبي صح الاحترام صار نعد الوراق نروح عندهم ضياف يجيو عندنا صح تبقى العلاقه صح. مليحه باسكو بزاف كاين حكايات اللي تهلكت تقدر تروح عندهم يبيتوك ما تفهموش في حوايج ممكن هما مش قادرين يعاونوك صح ماهيش حاجه سهله باش تعاون واحد وجايك من غير ما عنده حتى حاجه ما عنده لا ورقه لا ميتي لا والو باغ اكزومبل كاين جماعه ما عندهم والو جايين لهنا وجماعه ولا لونغ راني قلت لكم استراتيجيه هذو الحوايج شي نهار ندير لكم لايف ابونيوني ندير لكم لايف فهمتكم كيفاش جماعه ديري استراتيجيه ومشي عليها وما تجيش لاوروبا تهم بربرك وما ما عندك دراهم اي اوروبا ما تقدر لهاش تف بدراهمك زعما واش اقرا لا لونغ صاحبي اقرا لا لونغ وطلع لو نيفو دو كولتور تاعك تمشي ما تمشيش بعقليه البلاد مانيش نحكر كي نقول بعقليه البلاد معناها نحكر في ولاد البلاد لا لا لهنا العقليه زين ويلزم لك توجد روحك باش تنتقرا لازم لك تنتقرا مع هذا الشعب ومن بعد هذوك تتعلم حوايج كي تلحق له كاين حوايج مستحيل تهضرهم ولا دخلهم في الاستراتيجي تاعك تجي تعيش من لهنا برجليك دوك صح خونا رامي عنده الحق خاوتي كاين بعض الشباب يعني الله يهديهم كاين تلقاه قاعد لا خدمه لا قدمه في البلاد يعني يكون يستغل الوقت هذاك الزايد عنده يروح يقرا اللغه ولا يتعلم كاس صنعه حفاف لا ما على باليش راح يربح الوقت يعني ليش ماك جاي للغربه ممكن يوم من الايام تلقى روحك هنا خويا كيما رانا قاعدين هنا لهنا كيما راه قاعد خونا غادي نقول لكم هذه الحاجه نفرحكم بها على بالي تحبوا واحد يقولها لكم اوروبا والهجره ما تحبسش وما توقفش عند بنادم باش ما يفشلوكمش جماعه كاين بزاف يقول لكم الغربه في النتا ما كاين لا خويا ديري استراتيجي لم روحك نقص شويه الحوايج هذوك بلا ما نحكي لكم لم العماره تاعك عمر مليح دماغك نقول لك عمره ماشي تعمره يا جماعه بزاف لا عمروه قرا لا لونغ هز نيفو دو كولتور اتفرج لي فيلم فهمت كيفاش باش نهار تجي لهنا تجي 50% واجده 50 الاخرى في التيران الله ربي يا جماعه نوجه لك سؤال اخير اوصف لي الغربه في كلمه ولا كلمتين غربه مليحه وميش مليح يا حاجتين مليحه وميش مليح صراحه تقدر تشرح لهم يعني فاش مليحه وفاش مش مليحه مليحه كي ديكوفري
لو موند ايوا تشوف بزاف ثقافات تشوف بزاف ناس تشوف بزاف دي بروبليم تتعلم بزاف حوايج حاجه اللي ماشي مليحه انك تخلي ناسك تخلي ناسك ناس خدمت معاهم ناس حبيتهم ناس كبرت معاهم ارض كبرت فيها تراب عرفت فيها كنت مدير امل كي كنت صغير انك تعيش فيها ومن بعد الحق واحد سيرتناج قررت انك تهاجر صح عائلتك جماعه شبعوا مليح مليح من عائلتكم هاي حاجه مش سهله انا والله يا خويا رامي غير تراب ريحه التراب تاع الجزائر وتوحشها قبل ما نهبط على بالك انا كي حاجه الاولى كي لحقت المطار رحت نحوس على التراب نمس التراب تاع الجزائر الحمد لله يا ربي فيه واحد الريحه يعني ما كاينش في اوروبا ولا كاين ناس دوكا يتفرج في فيديو اي تحس كاين واحد 20% ولا 15% يتحس بهذا الهضره كاين واحد 80% ولا 75% راهي تقول نو ما تحسش صح العمار انا جربت في البلاد نقول نو نو شنت وحش باسكو كانت مهمتي قريبه عليا كانوا خوتي قراب عليا كانوا بزاف ناس قراب عليا كنت في وسط حبابي صح من نهار جيت لهنا وليت نحس بهذاك الحنين وهذاك صح فهمت كيفاش هذه واحده اثنين هضرنا بزاف يا جماعه سمحوا لنا واحد البوان برك نزيد لكم فيها حاجه شوفوا خوتي الانسان هذاك اللي كان صاحبكم كان عايش معكم ومن بعد راح مشى للغربة راح سافر للغربة هذه الحاجه واحد ما قالها لكم من قبل صح. لا هذا اللي زام في اليوم صورته وعنا هذا كل ما حكاو وش عليها باسكو دي سيدي ديتاي صح صاحبك هذاك اللي كان قريب عليك ومن بعد مشى وما قالكش ولا هذاك اللي كي مشى ولا ما يكونتاكتيكش ولا ما يريبونديلكش على الميساج اتونسيون تلومو ما تلومش صاحبك باسكو ظروف صعيبة صعيبة كي يكون الكور لهنا وعندك دي بروبليم لهنا وتعيش لا رياليتي لهنا سون بابي ويحاولوا يتصلوا بك ناس راهم عايشين حياة واحدة أخرى في البلاد صح صح واعرة يا جماعة صعيبة باش دير ليكيليبر صعيبة بزاف بزاف صح والباقي نكملوا نحكي كما يقولوا هي يعني المعاناة الحراق يعني صرتوا خاوتي اللي ما عندوش كوارت خاوتي المعاناة لا يعلمها الا الله ما يجي يفهمك فيهم ما تقدرش تفهمها انت يفهم انا يفهم هذاك اللي عاش الوضعية اللي يعيشها هو برك واحد اخر ما عاش الوضعية جابته مرته جابته يماه ولا جابوا يدروا الجواز ولا جلقاها طيبة واش راح يفهمنا يفهمنا واحد عاش لا سيتياسيون اللي عاشها هو انا نفهمه واحد اخر هذا اللي قاعد من اخونا ايمن ناوي يسمع فينا من ثاني يفهمه مليح نفهموا بعضنا كاين ناس ما تفهمناش خاوتي فهمتوا المهم خاوتي تحياتنا لجميع الحراقة حول العالم وكان معكم اخوكم عمار تحياتي لكم من ارض بلجيكا ارض السعيدة خاوتي لزاز ربي يحفظكم وتحياتنا وهذا خاوتي فخر لنا وشرف لنا يعني في كل بلاد نمشيو ليها نلقاو الناس يعني يعرفونا ويحبونا وربي يحفظك خويا رامي جو فان دو تو ربي يحفظك خويا فان تاعك عمار والله صافي بليزير والله شرف كبير لينا ملي كنت في البلاد وفان تاعك ربي يحفظك ان شاء الله نبقاو خاوة ان شاء الله واش رايك في خوك عمار يعني في ارض الواقع ولا في السوشيال ميديا يعني شاك تشوف خوتي والله انسان متواضع الله يبارك سي لا بروميير فوا اللي نتلاقى معاه خمشي شوي بركه معنا كون بليزير نعمه والله نعم الناس ربي يحفظك انسان يحكي بارك الله والله ما خلاناش نقولوا القهوه باقي عليك ما خلاناش نقولوا القهوي الانسان الله يبارك متواضع يحكي مع الناس يمشي فوق الارض ما يطيرش واش كيما واحد الجماعه يحبوا يطيروا كي نقول لكم هكذاك نتوما كنتم تبعوا هاكم على بالكم شكون اللي يطير شكون ما يطيرش وصح قهوتنا خاوتي والسلام عليكم خاوتي من قلب بروكسل السعيده وتحياتنا واللي راه